كان متهلي في جداتي عاد وماماك ماماك تاني معاه الجبال واش نقولها؟ قالت لي ماماك تاني ما راهيش باه. قولها وانتي واش دخلك؟ وانتي واش؟ شراكي لاباس؟ لاباس لاباس. وحدة لاكلاص وحدة رجعتوها صراعات؟ ما كان حتى صراعات. معليش خليهم يدخلوا. هذه ثاني تجربة لي مع مسرح سكيكدا الجهوي. كان عندنا مقبل مسرحية المريض وهذه المسرحية بعنوان شجرة الموز. شجرة الموز هذه هي تجربة كانت صعيبة شوية البداية تاعها، لأنه كما يعرفوا الناس مسرح سكيكدا راهو مقفول، راهو في الترميم. المسرحية هي تتناول العلاقة ما بين الأب والابن، علاقة تكامل ولا تداول مثلا على السلطة، انه الأب ينفرد بالرأي من باب الخوف ومن باب الحماية يعني لأبنائه، وهذا ممكن يكون بطريقة غالطة، يعني انه ما يكونش هناك مثلا تفاهم، ما يكونش حوار، ما يكونش ممكن نروحوا للعنف.